مساء الخير واهلا بيكم ويوم جديد ونبض القاهره. النهارده بدات زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لايطاليا زي ما قلنا لحضراتكم، ودي طبعا الزياره المقرر ليها او اولى زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاوروبا، واللي بداها بايطاليا وهيقعد فيها يومين وبعدين يتوجه الى فرنسا بعد انتهاء زيارته ليها. النهارده في بدايه الزياره قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق ليه بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، وكان معاه او حضر اللقاء وزير الخارجيه سامح شكري، وزير التجاره والصناعه منير فخري عبد النور، ودار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبابا الفاتيكان نقاش طبعا حوالين عدد من القضايا وفي مقدمتها قضايا الارهاب اللي بتهدد منطقة الشرق الأوسط وبتهدد العالم كله. كمان كان في أو اتسم الحوار أو اللقاء اللي كان بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق ليه وبابا الفاتيكان، اتسم بالود الشديد جدا وبالتفاهم في غالبية الأمور والقضايا اللي تم طرحها خلالهم. النهاردة كمان وبالصور معانا زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، كان علم مصر بيرفرف على علم الفاتيكان أثناء الزيارة وأثناء وجود الرئيس والوفد المصري المرافق ليه في الفاتيكان مع البابا فرانسيس. بدأت من يعني من وقت مش كتير المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، وده في قصر الرئاسة في إيطاليا أو قصر الرئاسي في كورينيلي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا زيارة مهمة جدا. الزيارة فيها بعد اقتصادي كبير جدا، فيها بعد سياسي، فيها مناقشة لكل الأوضاع وكل الأمور اللي بتواجه المنطقة خلال الفترة دي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الإرهاب. يمكن كمان كان في تصريحات لسفيرنا في روما وهو السفير عمرو حلمي، واللي قال إن من المفترض أو من المتوقع إن شاء الله إن الزيارة اللي هتستمر على مدار يومين لإيطاليا من قبل الرئيس والوفد المرافق ليه هيتم فيها توقيع خمس اتفاقيات اقتصادية بقيمة 540 مليون دولار، وده طبعا هتشمل العديد من المجالات. كمان تصريحات للسفير أكد أن الاتفاقيات هتتضمن ضخ استثمارات جديدة لمصر خلال الفترة اللي جاية بقيمة 100 مليون دولار، وهيكون الاستثمارات دي بتخص العمل في صناعة السيارات والعمل في إنتاج مكونات للسيارات تحديدا في منطقة الأسكندرية. ومن المفترض أن هيكون هذه الصناعة تكون موجهة للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي، يعني زي ما بيقولوا ضخ استثمارات إيطالية في مصر بهدف أن يكون في منتج يتم تصديره خلال الفترة اللي جاية. كمان أكد السفير على أن الاستثمارات اللي موجودة حاليا في مجال صناعة السيارات في مصر بقيمتها 180 مليون دولار، وهي هتزيد بال 100 مليون الإضافية اللي هيتم توقيعها خلال الزيارة ديت. وهيكون في كمان أرقام جديدة أو هيكون في كمان عدد من الاتفاقيات الجديدة برضو اللي هيتم بناء عليها ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة اللي جاية الشهور القادمة فيما يخص موضوع صناعة السيارات. الحاجة تانية المهمة جدا، يعني ده مجال من مجالات الاقتصاد أو مجالات الاستثمارات اللي هتشتغل عليها الاستثمارات الإيطالية في مصر خلال الفترة اللي جاية. احنا عندنا دلوقتي بعد انتهاء فترة أو رئاسة المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي السيدة كاترين أشتون، في دلوقتي بيترأس الاتحاد الأوروبي وزيرة خارجية إيطاليا وهي فريدريكا موميني.
هي دلوقتي الممثلة العليا للشؤون الخارجية زي ما قلت لحضراتكم، خلفا لكاترين أشتون. ده بيدي زخم مهم جدا كمان لوجود وزيرة الخارجية الإيطالية على قمة أو على رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة. زي ما حضراتكم كنتوا عارفين أن احنا علاقات مصر بإيطاليا خلال الفترة اللي فاتت أو الدعم أو التفاهمات الكبيرة اللي بتبديها إيطاليا والقيادة الإيطالية هناك تجاه مصر خلال الفترة اللي فاتت، خاصة فيما أعقب ثورة 30 يونيو، كانت شديدة جدا وكانت بتؤكد على دعم كبير من الجانب الإيطالي للجانب المصري. هفكر حضراتكم بأن كمان كان عندنا زيارات لعدد من المسؤولين الإيطاليين خلال الفترة اللي فاتت. كان عندنا زيارة في 2 أغسطس لرئيس الوزراء الإيطالي، كان عندنا كمان زيارة لوزير الخارجية في 19 أغسطس، كان عندنا زيارة لوزير الدفاع في أوائل نوفمبر، كان عندنا وزير الداخلية في 4 سبتمبر، بالإضافة إلى وفد برلماني رفيع المستوى كان موجود برضو مصر وكانت زيارته في 24 يونيو الماضي. عايزة أقول أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا دي كانت قبول لدعوة كان قام بها أو كان قدمها المبعوث الدبلوماسي لرئيس الوزراء لرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه مصر، جه في زيارة لمصر في 24 يونيو، ما عندناش التاريخ، ولكن كانت في الفترة اللي فاتت أو الفترة اللي يعني كانت بعد 30 يونيو، واللي كان فيها بيقدم الدعوة لرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة إيطاليا خلال الفترة اللي جاية، واللي أكد فيها كمان على الدعم السياسي القوي لمصر خلال العمل وخلال الاستحقاقات السياسية اللي حصلت أو اللي كانت خلال الفترة اللي فاتت وكمان خلال الفترة الجاية وهو مع آخر استحقاق سياسي وهو الانتخابات البرلمانية. كمان إيطاليا بتعد شريك تجاري كبير جدا لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، بتعتبر هي الشريك الأوروبي الأول في كل دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتبادل التجاري. هي كمان بتعتبر الشريك الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين على مستوى العالم. كمان إيطاليا بتعتبر من أهم 5 دول لديها استثمارات في الاقتصاد المصري، وصادراتنا لإيطاليا وصلت لحد دلوقتي 2.3 مليار دولار. يعني عايزة أقول لحضراتكم كمان في حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر تجاوز 5.4 مليار دولار، ومن المفترض ان الرقم دوت كمان يزيد خلال او بعد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح 6 مليار دولار. يعني ده الشيء اللي هو بيشتغلوا عليه دلوقتي او اللي هم بيعملوا عليه خلال الفتره دي ووقت الزياره وما سيعقب الزياره خلال الفتره اللي جايه. طبعا ايطاليا واحده من اهم الاسواق من اهم او اكبر اسواق الصادرات المصريه، وزي ما قلت لحضراتكم اللي بتقدر بقيمه 2.3 مليار دولار. طبعا الصادرات اللي هي زي الاسمده، المنتجات الزراعيه، منتجات الجلديه، منتجات البتروليه، بالاضافه طبعا الى صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية وصناعات مكونات السيارات وبناء السفن والصيد البحري إلى آخره. في كمان دعم وفي مساهمة كبيرة جدا من الجانب الإيطالي في المشروعات القومية زي مشروع قناة السويس والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي، وزي ما قلت حضراتكم كمان استثمارات في مجالات متعددة من أبرزها مجال البترول والطاقة الكهربائية وصناعة السيارات والغاز ونظم الري والتشييد والصيد البحري. الحقيقة دي زيارة مهمة بكل معنى الكلمة، دي زيارة هيكون ليها زخم كمان كبير جدا على المستوى السياسي. زي ما قلت لحضراتكم في أهمية كبيرة جدا
ان يكون النهارده في دعم عالمي وفي تفاهمات دوليه في مجال محاربه الارهاب، لابد يكون في شراكه بين كل دول العالم مع مصر في حربها ضد الارهاب. لابد كمان ان الدول دي تقدم دعم، لان النهارده الارهاب محدش هيسلم منه، واللي بتقوم بيه مصر النهارده لابد كمان ان هو يلاقى بتقدير ويلاقى بدعم قوي جدا خاصه من الدول الاوروبيه. ده فيما يخص علاقتنا بايطاليا. كمان زي ما بقول لحضراتكم على المستوى السياسي النهارده، ما تنسوش ان برضو ايطاليا بتهتم بشكل كبير جدا، وده طبقا لعلاقات تاريخية كبيرة وقديمة بليبيا، ما يحدث في ليبيا والحرب على الإرهاب في ليبيا، على اعتبار طبعا ان ليبيا بتمثل وضع مهم جدا او بتمثل دولة مهمة جدا بالنسبة لمصر في تفاهمات سياسية في محاربة الإرهاب وفي تأمين الحدود بين مصر وبين ليبيا خلال الفترة ديت، والعمل على استقرار الأوضاع واستقرار الأمن هناك، وطبعا العمل على وحدة الأراضي الليبية. في دعم من الجانب الإيطالي للمبادرة المصرية طبعا لحل أي مشاكل وحل أي أزمات بتواجه ليبيا أو بتواجه وحدة ليبيا خلال الفترة الحالية. في كمان زي ما قلت لحضراتكم في تفاهمات في كل الجوانب اللي هي بتوجه أو بتوجه ضربات موجعة للإرهابيين في كل منطقة الشرق الأوسط. النهاردة كمان من المفترض أن أو النهاردة في كانت كمان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو جراسو، وهو كمان لا اللقاء تم الحقيقه طبقا للاخبار اللي جات لنا، وكان تطرق الى تعزيز للعلاقات خاصه في مجال البرلمان بين الدولتين، وده ان شاء الله هيكون عقب انتخاب مجلس النواب الجديد. وكان في مناقشات في جوانب كثيره فيما يخص الحياة السياسية وطرق دعم الديمقراطية أو التطبيق الديمقراطية والحريات في مصر خلال الفترة اللي جاية. كمان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع وزير الخارجية الإيطالي، واللي أكد أنه في زي ما قلت لحضراتكم في تفاهمات كبيرة جدا فيما يخص السياسة الدولية أو السياسة الخارجية لمصر والسياسة الخارجية لإيطاليا، وكان في دعم كامل على كل الطرح اللي كان لكل الموضوعات والملفات السياسية اللي بتواجه المنطقة. ده فيما يخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روما إلى إيطاليا في مستهل زيارته لأوروبا واللي بدأها بإيطاليا، وزي ما قلت لحضراتكم زخم كبير جدا اقتصادي، زخم كبير سياسي، زخم على المستوى كمان التجاري بين الدولتين. ان شاء الله نشوف نتائجه كبيره خلال الفتره اللي جايه وبعد هذه الزياره المهمه. المصريين كعادتهم طبعا زي ما قلت لحضراتكم من امبارح هم بيعدوا لترحاب بالرئيس المصري والوفد المرافق ليه، بيعدوا بتظاهره كبيره هناك عشان ياكدوا بيها ان هم في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق ليه في زيارته لروما، وبياكدوا طبعا على ان المصريين في كل مكان بيصطفوا وراء القياده السياسيه وراء دولتهم ان شاء الله عشان تتخطى او عشان تعدي كل الصعوبات وعشان تبرز وعشان توجد لنفسها مكان إن شاء الله في مصاف الدول الكبيرة خلال الفترة اللي جاية. بنحاول يكون معنا اتصال مع السفير عمرو حلمي سفير مصر في روما لحد ما نقدر إن احنا يعني نوصل للاتصال معاه. هنكمل مع حضراتكم الأخبار والأحداث النهاردة اللي حصلت. برضو في دلوقتي بيتم العمل على تنظيم احتفالية كبرى في فرنسا استعداد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح
السيسي خلال أو بعد انتهاء زيارته لروما، واللي هيبدأها يوم الأربعاء لفرنسا، يوم الأربعاء والخميس. في كمان انتوا عارفين المصريين بيبقوا دايما كده منورين، ودايما بيبقى ليهم بصماتهم في كل مكان، وزي ما شفنا وجودهم بشكل جميل وبشكل الحقيقه يفرح، بيأكد ان المصريين مهما سابوا بلدهم ومهما بعدوا عنها ومهما كانوا في اي مكان، هم المصريين بكل جيناتهم بكل هوياتهم بكل انتمائهم وحبهم لبلدهم. عايزين ان شاء الله ان الزيارة تنتهي على خير، وزي ما قلت ان يكون ان شاء الله كل تبعيات وتداعيات هذه الزيارة ينعكس على الواقع سواء اقتصاديا سواء سياسيا خلال الفترة اللي جاية. طيب هياخد نعيم من المنوفية. مساء الخير يا نعيم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. كل سنة وانتم طيبين يا فندم. وانت طيب، اهلا بيك. الله يخليك. والله عندنا مشكلة، انا نعيم عبد العزيز المنوفي رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية. اهلا بيك. ساحل الجوابر. الايه؟ قرية ساحل الجوابر، محافظة المنوفية، مركز الشهداء. عندنا مشكلة مركز الشهداء بتخدم 1000 فدان زراعي. دلوقتي الجمعية الزراعية هتقوم بعمل المشروع ده على نفقتها الخاصة. ايوه. لصالح المزارعين. لأن الألف فدان ده بيشرب من مية الصرف الصحي. الألف فدان ده يعني أرض خصبة ممتازة شريط الجودة في الزراعة، بس هي بتشرب من الصرف الصحي. بتشرب يعني المية دي بتتروي من الصرف الصحي، قصدك تقول مش كده؟ الأرض دي بتروي من مية الصرف الصحي. ألف فدان، فطبعا ده بيعمل أوبئة وأمراض. طب والميه ازاي بيتم يعني الري فيها من الصرف الصحي؟ انا مش فاهمه. الري من الصرف الصحي لان عندنا يعني مشروع صرف صحي موجود. الصرف الصحي ده يعني زي مصرف كده موجود عندنا في القريه بيربط القرى المجاوره. فالناس دلوقتي مش لاقيه يعني ميه عشان تروي بيها. فبيضطروا ان هم يلجأوا طبعا لميه الصرف الصحي، قصدك كده؟ يلجأوا دلوقتي لميه الصرف. طب يعني دي مشكله اللي هي الري، ري الاراضي الزراعيه. حضرتك فاكس لوزير الري، ما فيش حد عمل لنا حاجه. بعت فاكس لمحافظ المنوفيه، ما حدش عمل لنا حاجه. بعت فاكس لرئيس مجلس الوزراء، ما حدش عمل لنا حاجه. طيب خدت بال حضرتك؟ الأرض دي يعني المشروع ده أنا ماسك رئيس مجلس إدارة الجمعية. إحنا قلنا نقوم بالمشروع ده على نفقة الجمعية لخدمة الفلاحين. طيب لأن دلوقتي الفلاح ما بقاش حد يدور عليه. إحنا قلنا طبعًا ما حدش معاه مبلغ إن هو يقوم بالمشروع ده حوالي 500,000 جنيه. قلنا كجمعية زراعية تقوم بالمشروع تنفذه، وبعد كده اتحصل من الناس الفلاحين دي. احنا اشترينا 4 اراريط ارض ب 100,000 جنيه. تمام. على اساس احنا ننفذ المشروع على نفقه الجمعيه. وخدت بيها حكم محكمه لصالح الجمعيه بان انا الاربع اراريط دول بقوا ملك للجمعيه عشان ننشا لها المشروع. ورصدنا باقي الفلوس في بنك التنميه والائتمان الزراعي في ساحل الجوابر. القريه اللي فيها الجمعيه على اساس ان احنا نبدا نصرف على المشروع. طيب خدت بال حضرتك؟ خدت بال. دلوقتي ما فيش لا مديريه الري في المنوفيه وافقت وبعتت الموافقه بتاريخ 30/9 لوزير الري ومحدش رد علينا. طيب عموما يا نعيم، اهو انت صوتك وصل، واكيد يعني هم سامعينك وسامعين المشكله، وبننتظر ان حد طبعا يستجيب او يرد على هذه المشكله، ان ازاي الناس هتروي الارض اللي هي بيبقى فيها زراعه واللي بعد كده بيبقى فيها محاصيل والناس بتاكلها من ميه الصرف الصحي. هاخد محمد من القاهره. مساء الخير يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك يا فندم، انا موظف في الشركه المصريه للاتصالات ومشغلين السواق. تمام يا فندم معايا؟ تمام معاك. حضرتك انا لما تعينت تعينوني سواق، كنت معايا دبلوم حضرتك ذاكرت ثانويه عامه.
وجبت مجموع، دخلت كليه حقوق، دخلت انتظام، اتخرجت، سولي ماليا. وحضرتك دلوقتي بعمل دراسات عليا. عملوا ايه؟ عملوا ايه بعد؟ سولي ماليا بس، درجه ماليه، ادوني درجه ماليه ومشغليني برضك سواق لحد دلوقتي. وحضرتك انا بذاكر دلوقتي بعمل دراسات عليا وبرضك مفيش فايده. طلبت اكثر من مره ان انا اتنقل للشؤون القانونيه، رافضين يودوني الشؤون القانونيه يا فندم، رغم ان انا من الصبح ممكن اعمل قرنين نقابه، بس برضك بعد ما وقفتهم هم موقفين برضك قرنين نقابه، نقابه المحامين. ليه؟ قالوا لي عشان انت موظف سواق، ما تنفعش، لازم تجيب لي موافقه من الشركه اللي هي الشركه المصريه، فالشركه المصريه صارت رافضه ان تديني موافقه. وصلت الامور اللي انا اطلع اقدم طلب للبشمهندس محمد النواوي، الطلب وصل له مره واثنين وثلاثه، وكان الرد معايا يقول لك انتظر انتظر. انا بقالي انا خريج دفعه 2011 لحد دلوقتي، انا بقالي ثلاث سنين وبعمل دراسات عليا، وتعبت نفسيا بسبب السواقه. يعني انا الراجل استغربت ثانويه عامه وانا في الشركه، وخدت كليه الحقوق وقت في الشركه، وحضرتك حاليا بعمل دراسات عليا وانا برضك في الشركه. عموما بص يا محمد، هقول لك حاجه، طبعا ده حقك ولازم انت تفضل وراه، ولكن انا عايزه اقول لك ان شغلك كسواق ده مش عيب ابدا ابدا، وانت النهارده اللي انت عملته بانك انت حسنت من وضعك وانك ذاكرت وخدت مؤهل عالي، ده يضاف اليك مش العكس. والشغل مش عيب، اي شغل بنعمله مش عيب طالما هو شغل محترم وشغل حلال، ولكن انت من حقك طبعا ان انت تتابع. انا مش عارفه يعني قواعد العمل في الشركه بتاعتك عامله ازاي، ولكن انا زيك اهوت بضم صوتي لصوتك، وبتوجه برضو للشركه المصريه للاتصالات عشان يحلوا مشكلتك خلال الفتره اللي جايه. محمد من بني سويف، مساء الخير يا محمد. اهلا بيك، اهلا بيك، اتفضل. بعد سعادتك انا شغال في جهاز مدينه السويس بالاميه الموسميه. شغال فين معلش الصوت؟ جهاز مدينه السويس. ايوه ماشي في الاميه حضرتك الموسميه. هنا بالظبط كده خمس سنين. ماشي. ما فيش اي حاجه خالص، حاضر اي حاجه بالنسبه للتعيين ما فيش اي حاجه، خلصنا خمس سنين بالظبط. وانا حضرتك معاك اتعاق اللي هي 5%. ماشي يا فندم؟ اه سامعاك. ما فيش حد عيالنا ولا حاجه. او معاك حضرتك ثلاث بنات. بنشتغل حضرتك من الساعه 8 الصبح للساعه 4. ماشي؟ جزاك الله حافظ حاجة حضرتك. حاسه ولا اي حاجه عشان اتعور احنا دول في البيت. ماشي؟ وبقسم بتاعنا. يعني المنصب قسم تحدد مننا احنا. فانا حضرتك يا ريت بس حضرتك اثبت المعاشر بتاعك 5%. اللي هي النسبة طبعا المقررة لعمل اصحاب الاحتياجات الخاصة. بشكرك يا محمد بني سويف، يا ريت يعني المعنيين يسمعوا مشاكل الناس وصوت الناس في كل المعاناة اللي بيعانوها. طيب اخد احمد الاتصال قطع. طيب عايزة اقول على حاجة النهاردة الحقيقة، يعني الإدارة النهاردة اليوم غريب جدا، كل واحد النهاردة خرج من بيته وراح شغله أو اتحرك في أي طريق، النهاردة الطريق الدنيا واقفة بطريقة غير طبيعية. طبعا النهاردة في مطر والدنيا مطرت وحلو، ده المطر ده خير والناس بتفرح بيه، لكن في مصر بيبقى المطر ليه كذا جانب زي ما حضراتكم عارفين، بيكون بيسبب ربكة ومشكلة، لأن بتبص تلاقي الطرق كلها والشوارع كلها اصبحت برك ميه، خاصه لو المطر نزل كتير او الامطار كانت غزيره زي ما حصل الصبح. وفي نفس الوقت نبص نلاقي بقى الطينه والناس كلها بقى رجليها مش نظيفه والعربيات مش نظيفه، ومظهر الحياه بيبقى يعني ما يصرش زي ما بيقولوا. ولكن النهارده الزحمه الغير طبيعيه دي الحقيقه انا مش عارفه لها سبب. يعني ايه السبب في ان الزحام النهارده بهذا الشكل؟ الناس كلها اتاخرت، يعني كل الناس نازله في مواعيدها العاديه اللي بتتحرك فيها لشغلها، الناس كلها اتاخرت، سالم اتاخر، الناس اللي بتيجي تعمل شغلها اتاخروا. انا مش عارفه فيه، انا نفسي جايه في الطريق في ساعتين، الطبيعي ان هو من ساعه لساعه وربع مش يعني، لكن ساعتين ده برضو كان كتير.
نفسنا حد يعني يتواصل معانا يقول لنا ايه السبب النهارده. البعض بيقول عشان قانون المرور وفي لجان وفي كمائن وفي وفي، بس حقيقه يعني انا ما شفتش ده بشكل كبير في الطريق من الزمالك للاستوديو هنا، لكن ما فيش حد ما بيشتكيش على الكباري في مناطق مختلفه، مصر الجديده، المهندسين، يعني المحور في حاجه مش طبيعيه. هل ده بسبب قانون المرور ولا هل ده بسبب الامطار ولا ده بسبب ايه؟ مش عارفه. فمحتاجين زي اي حد الحقيقه انه يعني نسمع ونفهم. يعني النهارده حركه الزحام الغير طبيعيه والتاخير والربكه اللي حاصله دي سببها ايه؟ النهارده بقى كمان الاداره العامه للمرور تمكنت من ضبط معاق عنده بتر في رجله اليمنى وهو بيسوق عربية رحلات طريق السويس القاهرة، وفي واحد تاني كمان تم ضبطه في الغربية، وده برضو يعني ايديه مبتورة، كف ايده مبتور كله الايد اليسرى، وكان بيسوق عربية ملاكي، بالإضافة إلى ضبط طفل عنده 10 سنين برضو بيسوق عربية ملاكي، وده الحاجات دي في طريق السويس القاهرة الصحراوي. يا جماعة ده يعني أمال يعني أنتوا عايزين تتخيلوا إيه؟ لما النهاردة الحوادث اللي الناس كل شوية يعني ما فيش بلد بتحصل فيها حوادث طرق، مش هقول بس بسبب دول، لا ده يعني لا طبعا عندنا طرق ربنا اللي يعلم بيها، عندنا قوانين للمرور ما بتطبقش، ما عندناش اشارات، ما عندناش عندنا ايوه عشان ما حدش يقول لا لا هو ما جاتش على اللي بيسوق، لا هي جت على كل حاجه مش بس اللي بيسوق. ولكن احنا يمكن كمان من 3 4 ايام عرضنا مع لحضراتكم برضو سائق وهو ما عندوش بايد واحده وبيسوق تريلا، يعني عربية كبيرة مقطورة كبيرة جدا وبيمشي وماشي بيها على طريق السريع، وكمان ان هو شايف ان ولا معاه رخصة ولا معاه أي حاجة. أنا كمان قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت، وده بشوفه مشاهدات يومية، مشاهدات يومية وأنا رايحة لشغلي، الأولاد الصغيرين، الأطفال الصغيرين اللي ممكن يبقى عمرهم يعني 10 سنين بيسوق عربية ملاكي في طريق السويس الصحراوي، يا نهار أسود أنا مش قادرة أصدق يعني. لكن الولاد الصغيرين بقى اللي هم بيسوقوا التكاتك، تبص تلاقي البتاع ماشي زي الحشره كده في الطريق، وتلاقي عيل صغير راسه مش طالعه. طبعا دول ايه رايحين جايين بيهم بقى في شارع الصحافه زي ما انا بقول لحضراتكم، ويطلعوا 26 يوليو ويطلعوا شارع الجلاء، يطلعوا يعني شوطه كده رايحين جايين كده. الاطفال دي ازاي متسابين بالشكل ده؟ الأطفال اللي بيسوقوا التكاتك دي ازاي متسابين؟ الناس اللي يعني مش للدرجة دي. أنا طبعًا عايزة أحيي برضو زي ما حييت المرة اللي فاتت رجال المرور اللي تمكنوا من ضبط هؤلاء. عايزين نكتر من ده، عايزين نكتر من الكماين، من اللجان، من كل الحاجات اللي بتساعد ان القانون يتطبق ويتنفذ، لحد ما الناس اللي هي بتتصرف غلط واللي بتتجاوز ضد القانون دي تتوقف. لان النهارده بيقول لك ايه يعني زي المثل البلدي بتاعنا ده، يعني ايه اللي خلاك تبقى كده؟ ما هو ما لقيتش حد يطبق عليا القانون. فالحاجات دي لازم تنتهي، لازم تنتهي. نكثف من لجان المرور، نكثف من ضبط المخالفين، نكثف من الشغل. لازم تتمنع التكاتك دي، البلوى السوداء اللي ربنا بلانا بيها، يعني من ان هي تكون بهذا الشكل، واللي هي بتسبب مشاكل رهيبه. ولازم نمنع الاطفال دي، يعني فين الهيئات والمؤسسات المسؤوله عن الاطفال في مصر؟ الاطفال دي لازم يبقى في قانون رادع وقوي جدا عشان يمنع الاطفال من ان هي تركب العربيات دي وتستخدم العربيات دي وتتسرب من التعليم. دي مصيبه.
يعني انا لازم اعمل حلقه على موضوع الاطفال اللي بتركب التكاتك واللي بتسوق العربيات وبتسوق الحاجات ديت واللي بتسيب مدارسها وما بتروحش تتعلم وتستمر في هذا العبث. هاخد سيد من المنوفيه. مساء الخير يا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كفاك. نعم حضرتك اهلا بيك اتفضل. انا بحيي حضرتك. الله يخليك. الاعداد والله ولي استفاده من خلال مصدركم الوطني. شكرا الله يخليك اتفضل. والله حضرتك ممكن توطي بس التلفزيون عشان نسمعك كويس واتكلم بسرعه بس عشان الوقت. الله يخليك اتفضل. كان والدي طرق لنا عقار قصر المصالحه. كان والدي طرق عقار لنا قصر المصالحه واحنا 50 وريث. ربنا يحفظك. ومعانا جميع المستندات اللي لا صوتك بيقطع، صوتك بيقطع، انا مش عارفه اسمعك كويس. طيب حاول تكلمنا تاني يا سيد لان انا مش عارفه اسمعك. اسماعيل من القليوبيه. مساء الخير يا اسماعيل. مساء الفل يا فندم. اهلا بيك اتفضل. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله الله يخليك. انا قبل كده حضرتك كلمتك على الموضوع. انا راجل كنت في قوات مسلحه جندي من حرب اكتوبر. اهلا استاذ اسماعيل. فاكره حضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا قالوا لي حكيت لحضرتك الموضوع كله. مظبوط. عشان الباتيه دي نعم؟ سامع حضرتك اتفضل. سامع حضرتك. فطبعا البكاوي طبعا اتفرقت على الناس الحبايب واحنا بقينا في الرجلين، واخد بال حضرتك؟ فقال له دلوقتي في بكاوي في موقف ثاني هيتعمل على الدائري هيعملوا هنا بكاوي. قلت اروح اشوف ايه؟ تمام. ادور على شط المحافظ عشان اقابله بقالي من يوم ما كلمت حضرتك. اروح بنها يقول لي روح في بنها، اروح بنها يقول لي لا في شبرا الخيمه، ارجع شبرا الخيمه يقول لي لا راح بنها. مش عارفين يوصلوني ليه خالص خالص. اعمل ايه دلوقتي؟ طب كلمه دلوقتي يعني من خلال يعني كلمه استاذ اسماعيل يعني كلمه من خلال البرنامج. قول له يا سياده المحافظ ان حضرتك بتدور عليه، بس هو لازم يعني هو تقابل المحافظ عشان تقدر تاخد الكشك ده او الباكيه دي زي ما حضرتك بتقول، ولا ممكن اي مسؤول ثاني يعني؟ هو المسؤول الثاني اللي اسمه علاء النادي ده هو اللي واقف في طريقي، هو اللي هو الورق بتاعه تحت رجليه. وواحد جه قال لي دفعت، قلت له لا ما دفعتش، قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. فاللي اسمه علاء ده الموظف ده اللي بيجي الساعه 12 ولا الساعه 11 ويهرب في المكاتب طول النهار ويجي متاخر. خلاص انتهى. اسمه ايه استاذ علاء النادي؟ استاذ يا استاذ علاء، استاذ علاء النادي هو اللي بيجي متاخر وما بياخدش الطلبات؟ ما بيقابلش حد. هو ده راجل بيقول لك لا يهمني المحافظ ولا يهمني مش عارف مين، واقطع ورقكم واعمل ورقكم. وادي الكلام اللي احنا سمعناه من الاول. طب احنا هنحاول والله نتواصل معاه، بس انا بنجده يا استاذ علاء النادي الله يخليك، يعني اقبل طلبات الناس وقابل الناس عشان تحل مشاكلهم، لان حضرتك موجود عشان تحل مشاكلهم. عموما استاذ اسماعيل يعني انا بناشد مع حضرتك محافظ القليوبيه، يعني عم اسماعيل بقاله فتره واتكلمنا قبل كده، والراجل عايز يوجد لنفسه مصدر رزق، وطالما دي حاجات معروضه وحاجات يعني متاحه للناس كلها، يا ريت تساعدوه لو هو امكانياته او مؤهلاته بتاهله ان هو ياخد المكان دوت. يا ريت الناس تساعده، يا ريت المسؤولين يساعدوه، لان هو ده واجبهم. انا بقى اناشد محافظ القليوبيه وبناشد استاذ علاء النادي اللي ما يعني تعب استاذ اسماعيل بالشكل دوت، الحقيقه ان هو يساعده وان هو يحاول يحل له مشكلته. طيب ناخد مين؟ ناخد محمد جابر من البحيره. اهلا يا جابر مساء الخير. الو. ايوه استاذي اهلا بيك. السلام عليكم يا استاذ سحر. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانت طيب. سعادتك سعادتك انت المهندسه ناديه عرضو عملت مداخله مع سعادتك. واول كلام سعادتك ترد على الناس احنا جايين على مشكلتنا دي القناه ساده البلد وقناه الفرعين وقناه دريم
ولجميع السنوات ما حدش موالي اهتمام بموضوعنا غير الاستاذ السحر عبد الرحمن سعادتك. ربنا يخليك. المهندسه ناديه عبده عملت مع سعادتك مداخله وانت مشكوره، ورحنا المهندسه ناديه عبده سعادتك راحت اتصلت بمحمد سماعين، محمد سماعين قال لها بين البوسته دي وبين دي لازم يكون 10 كيلو سعادتك. 10 كيلو فسعادتك بينه وبينه 2 كيلو البوسته. هيجي لك وقت يا محمد يا اسماعيل تمشي على العكاز انت وعثمان الاثنين مربوطين مع بعض، نروحهم لعثمان، عثمان يقول لنا طلبكم عند رئيس سايقة البريد، نروح الرئيس القطاع البريد سعادتك يقول لنا طلبكم عند رئيس سايقة البريد الاستاذ خالد نجم، فطلبوا مننا سعادتك عدد السكان قرية 410,000 واحد، قرية شبل 2200، قرية ابو زيد 5، قرية سيف 8. طيب يعني عم جابر نقول لك محافظة البحيرة يا استاذ عثمان عشان توقع لنا على منفذ احنا بننجم رئيس سايقة البريد المصرية عشان خاطر ربنا لوجه الله يفتح لنا منفذ عم جابر. بس سعادتك يا استاذ السحر طب للناس اللي ماشيه على العكاكيز اللي انت جبتها سعادتك دهيت. طيب هي مش المهندسه ناديه هي قالت ان هي هتحل المشكله، مين اللي وقف المشكله تاني؟ مشكله سعادتك المهندسه ناديه ما تعرفناش يعرفني. نعم يا استاذ. طب ما هي قالت لكم تروحوا لها يا عم جابر. رحنا لها سعادتك يا استاذ السحر. طيب قابلتوها ولا لا؟ محمد سماعين بيقول لهم محمد اسماعيل ما رحنا له سعادتك يا استاذ المحافظ البحيره ماضينا يوم 28 سعادتك محافظ البحيره كان ماضينا يوم 28 9 سعادتك والورق معاني محمد اسماعيل رفضه يعني برضه لسه مشكله عند محمد اسماعيل وقال لنا فتح لكم منفذ ولا فتح لكم بسطه نبقى احنا نشتكي من سعادتك شيعنا الرئيس مجلس الوزراء يعني لسه المشكلة اللي عاملها الأستاذ محمد إسماعيل ومش عايز يساعد في إن أنتوا تعملوا المنفذ ده مش كده؟ المشكلة بتاعتنا عند رئيس هيئة البريد يا أستاذ السحر عند رئيس هيئة البريد يعني دلوقتي خلاص مش عند المهندسة نادية الأستاذ خالد نجم بسعادتك اطلبيه دلوقتي عشان خاطر ربنا لوجه الله رد عنده يا أستاذ حاضر يا عم جابر والله أنا يعني أنا نفسي أحل مشكلتك بأي شكل حرام والله حرام الناس مش عايزين حاجة يا أستاذ خالد نجم يا رئيس هيئة البريد في البحيرة الله يخليك تساعد الناس عشان يفتحوا منفذ عشان أهالينا من أصحاب المعاشات الناس كبار السن يلاقوا منفذ يقدروا يصرفوا فيه المعاشات أنا مناشد أهو ازيك يا عم جابر كل المسؤولين ومعلش المهندسة نادية اللي هي كلمتنا وتواصلت معانا بطلب منها تاني إن هي تتابع المشكلة لحد ما تتحل بناشد التاني الأستاذ خالد نجم رئيس هيئة البريد زي ما عم جابر قال لنا طيب سيد من القليوبية مساء الخير سيد مساء الخير يا أستاذ صحر أهلا يا أستاذ سيد أهلا بيك السيد منشأة القناطر جيزة مش قليوبية منشأة القناطر جيزة أهلا بيك وأهلا بالجيزة وأهل الجيزة كلهم اهلا بيك يا ست الكل كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب انا سبق ان عملت مداخله مع سعادتك من فضل حوالي شهر بخصوص قريه الحاجه المشاكل التعليم في قريه الحاجه مدرسه الحاجه انا قلت لسعادتك قايله للصوت صح ويخشى منها ولا حد سال ولا حد ولا ابنيه تعليميه سالت ولا محافظ سال ولا وزير التربيه والتعليم سال فالمشكلة قلت اتصل بسعادتك تاني عشان نكرر نفس النداء يعني كان حد يسمعنا السيد المحافظ يسمعنا ولا السيد وزير التربية والتعليم يسمعنا. مع ان انا عايز اقول لك حاجة يا أستاذ سيد. يعني محافظ الجيزة هو راجل علم ومشاكل التعليم ومشاكل المدارس يعني أنا بعرف لأن هو راجل جليل الحقيقة وأنا بقدره وبأحترمه لأنه كان رئيس جامعة القاهرة وهو يعني فعلا رجل علم من طراز رفيع دكتور علي عبد الرحمن وكلنا بنحترمه فانا عايزه لا بالعكس انا عايزه حضرتك يعني توجه له هو دلوقتي كمان المشكله لانه هو مش يعني ما اعتقدش ان هو هيقدر يحل مشكله بتخص المدارس وبتخص التعليم والتلاميذ والطلبه والحاجات دي
ومفروض يتاخر الحقيقه. فوجه له بالعكس حضرتك. وجه له الاستغاثه كمان. انا بقول لحضرتك انا بوجه الاستغاثه للسيد محافظ الجنه يا ست الكل، لان السيد المحافظ ملخوم في شارع الهرم وشارع فيصل ومش سائل في القرى. ما هي لا ما هي بص ما هي ما هي بلاوي كثيره. ملخوم في شارع الهرم وشارع فيصل ومش سائل في القرى يا ست الكل. المدرسه عيلة الصوت واحنا خايفين تقع على الاولاد، يعني ما يعني ما نتحركش الا لما يحصل كارثه. لا لا وده ما يرضيش ربنا، انا معاك ده ما يرضيش ربنا. وهي فعلا هي مفروض ان كل واحد مسؤول في مكانه يحل المشكله، انا معاك طبعا في ده. طيب انا دلوقتي برضو هوجه برضو الشكوى لوزير التربيه والتعليم، وهو برضو يعني رجل جليل ومش هيقبل بان يبقى في مصيبه ومش هيتحركوا باي حال من الاحوال. وكمان المنطقة التعليمية التابع ليها المدرسة اللي فيها مشكلة واللي هي قايلة للسقوط. طيب هنطلع بقى فاصل عشان استقبل ضيوفي ونكمل مع حضراتكم نبض القاهرة. وزي ما قلت لكم تواصلوا معانا في كل وقت، عايزين نسمع صوتكم، عايزين نسمع مشاكلكم، عايزين نسمع اقتراحاتكم، تقديركم لكل الأحداث وتقييمكم لكل الأحداث اللي بتمر في مصر على مدار اليوم. خليكم معانا مكملين بعد الفاصل نبض القاهرة، وهنناقش موضوع مهم جدا 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 بس بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنكمل نبض القاهرة. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل احنا هنناقش موضوع مهم جدا بيهم كل حد قاعد في منطقة بيحبها وبيخاف عليها ومش عايزها تتمس من وجهة نظر السكان ومن وجهة نظر الناس اللي عايشة فيها، اللي هي لابد ان رأيهم يحترم لان هم اللي عايشين وهم اللي بيعانوا وهم اللي بيتبسطوا لما يبقى المكان كويس. احنا يمكن عملنا حلقه من فتره كانت مع رئيس الهيئه القوميه للانفاق اللواء اسماعيل النجدي، واتكلمنا فيها على موضوع المترو اللي من المفروض ان هو مقرر ليه في الخط الثالث ان هو يدخل الزمالك. طبعا كل سكان الزمالك كل سكان الزمالك بلا استثناء وانا واحده منهم رافضين ان يكون في تواجد للمترو في جزيره الزمالك، يعني الزمالك كلها قد كده. هنقول ده ليه؟ ويمكن انا قلت دوت وكان عندي حلقه قبل كده مع رئيس الهيئه القوميه للانفاق، ولكن احنا معانا كمان ناس معنيين بالموضوع من السكان وناس مهندسين ومحامين عشان يعرضوا لحضراتكم الموضوع وابعاده من كل وجهات النظر. خلوني بقى ارحب بضيوفي المهندس احمد الدواخلي وهو من سكان الزمالك. اهلا استاذ احمد، اهلا بيك. كمان الاستاذ المهندس استشاري عمرو رؤوف هو مقيم دعوه لاهدار المال العام في الخط الثالث للمترو، اهلا بيك اهلا بحضرتك. كمان الاستاذ ابراهيم سعودي المحامي بالنقد وهو محامي سكان الزمالك في القضيه بتاعه تحويل مسار المترو، اهلا بيك استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا. أنا هنبتدي الحوار بتاعنا، ولكن اسمحوا لي بس هنطلع نشوف تقرير عملناه عن الموضوع مع سكان الزمالك ونرجع تاني نبتدي النقاش. وجود المترو في حد ذاته مع الخدمات اللي بتبقى حواليه وبتأثر على المناطق، واحنا شايفين الكلام ده في المحطات التانية وفي الخطوط التانية بتاعت المترو، هتأثر على الشكل الحضاري للمنطقة بصفة عامة. مش علشان احنا عايشين في الزمالك وكل واحد معاه عربية وكده، لا انا ما عنديش عربية لكن بروح في المواصلات، وانا عندي الباص او المين باص احسن من المترو، لان المترو هنا هيهد كل الزمالك، يعني ما ينفعش يعني يجي يبنوا حاجه ويهدوا حاجه، دي غير صالحه. يعني انا طالبه هنا يعني بقالي سنتين باجي وبمشي، يعني المواصلات تمام، ما فيش اي حاجه، هنا المناظر حلوه جدا تمام. هنا اي صوت بيحصل بتلاقيه العماره كلها بتتهز، بتعمل صوت جامد جدا، رجرجه في المكان كله.
ما ينفعش المترو يتعمل هنا، يعني هنا المناظر جميلة. أنا راجل سواق هنا في الزمالك، تمام، شارع إسماعيل محمد ده، لأن الشارع ده ابتدى من الساعة 1 الظهر تمام بيبتدي يقفل خالص لحد 26 يوليو، وطبعا متأخر على المدارس وعربيات وكده، مش هينفع مترو هنا. يعني مش هينفع خط ماشي حتى في صداري ده، لأن إحنا ما بنعرفش نمشي بالعربيات، هنمشي بالمترو إزاي؟ وعيشنا هيتقطع من ناحية تانية، وإن اللي هينزل من بيته هيركب عربيته ومش هيركب العربية بتاعته، هيركب المترو هيتكل على الله يمشي يروح على مشواره. السؤال اللي عايز أسأله للأستاذ اللي قرر يعمل محطة مترو الأنفاق في الزمالك، إيه إحنا كسكان الزمالك هيعود علينا بفايدة؟ هل درس عدد الناس اللي بتيجي الصبح، بتيجي ساعة وقت الذروة؟ هل المترو الأنفاق ده هيقللها ولا هيزودها؟ أنا عايز يجاوبني على هذا السؤال ده، ولو هو أقنعني يعمل المحطة، لكن أنا شايف إن هو هيزود الزمالك الطين بلة، بالعكس هيزود الزحمة فيها أكثر، وهي أصلاً مش محتاجة. يعني ما شفت دكتورة سهير حواس طلعت مع محافظ القاهرة وبتقول إحنا هنحافظ على وسط القاهرة والقاهرة الخدوية، ولما شفت فعلاً إن هم هيحافظوا على المنطقة الجمالية مع وزارة اليونسكو مع وزارة الآثار، كنت الحقيقة فخورة جداً إن إحنا دلوقتي في عصر فعلاً هنبتدي نحافظ على التراث بتاعنا المعماري. فأنا من هنا عايزة أحافظ على التراث المعماري في الزمالك. الزمالك كلها قصور، وكل قصر فعلاً بيتكلم على حقبة من حقب مصر المعاصرة. وبعدين احنا فعلا مسافر بره لو في حاجه صغيره فيها اثر بيحافظوا عليها، طب احنا ما يكونش عندنا في بلدنا حاجه جميله نحافظ عليها، بل بالعكس ان احنا تكون منطقه جذب للسياح. المترو لو اتعمل فيه طبعا اشجار وفيه نباتات، كل دوت هيتدمر، وهيبقى طبعا موقف عربيات، وهيبقى فيه تكاتك، وهيبقى الباقي الجايلين طبعا بوازين الزمالك، وطبعا هتبقى الزمالك شكلها وحش. انا شايف ان كل اللي بيتقال من رئيس الهيئه كله كلام غلط، كل السكان رافضة هذا المترو بمساره الحالي، مش رافضة المترو كمترو أو محطة في الزمالك، ده شيء إحنا مش منقدرش عليه، إنما إحنا بنقول المسار. حضرتك لو بصيتي حواليك هتلاقي هنا سفارة الجزائر، وراكي بيت البحرين، سفير البحرين جنبيك، سفارة إسبانيا، وكل دول مقدمين شكاوي في الخارجية اللي هو مش عارف يوصل لها. لا، في شكاوى جاية من بعض السفراء هنا في المنطقة لتضررهم. زيادة على كده لو مشيتي في الشارع دلوقتي وصورتي هتلاقي فوق 22 مبنى أثري. المباني ليه بنقول أثرية؟ لها مبنية من فوق 90 سنة، وبعدين مبنية على أساس ضعيف لأنها دورين فقط لا غير. أي اهتزازات في هذه المنطقة، أنا مش عايز أتكلم فني الحقيقة، إنما دي يعني للغشيم يقدر يعرفها، أي اهتزازات في هذه المنطقة مباني دي هتقع. ولما قلنا للسيد رئيس الهيئة في الاجتماع المباني هتقع قال إيه؟ قال إيه؟ في شركة تأمين هتعوضه. يا ناس، ده في ممكن ناس تموت داخل المباني دي. قال لك العمار بيد الله، أدي ردود رئيس هيئة مسؤول في مصر في العهد ده، في العهد بتاع السيسي اللي احنا النهاردة بنقول ده في حاجة جديدة هتحصل، البوظان خلاص انتهينا منه. فأنا النهاردة من المعترضين على خط سير المترو وليس دخول المترو. كلنا الحقيقة، كل سكان الزمالك معترضين على خط سير المترو زي ما قال الأستاذ في التقرير، لأن ده مش هنسمح إن فعلا إن مكاننا اللي احنا بنحافظ عليه واللي احنا بنتباهى بيه واللي عايزين كل مكان في مصر يكون فعلا أهله والناس اللي عايشين فيه حافظوا عليه يكون بهذا الشكل. أستاذ أحمد، حضرتك احكي لي، أنتوا قابلتوا المهندس إسماعيل النجدي؟ وحاولتوا ان انتوا زي ما بقول كده ايه، يعني بهدوء ان انتوا توصلوا له صوتكم، وده حقكم، حقكم يعني بكل معنى الكلمه. وحصل ايه او انتهى ايه الاجتماع معاه والكلام معاه، ووصلتوا لايه لحد دلوقتي؟ والله حضرتك احنا قابلنا سياده رئيس الهيئه القوميه للانفاق يوم 5/9/2014 في اجتماع في ساقيه الصاوي، حضر فيه رئيس الهيئه القوميه للانفاق، وحضر فيه المختصين في الهيئه القوميه، وحضر ممثل شركه سيسترا الفرنسيه اللي هي مسؤوله عن التصميم بتاع المشروع المرحله الثالثه للخط الثالث.
والاجتماع حضرتك مصور ومسجل ومحطوط على اليوتيوب باسم اجتماع سكان الزمالك مع الهيئة القومية للأنفاق. ففي خلال الاجتماع احنا شرحنا لسيادة اللواء مخاوفنا من المشروع وبينا له اعتراضنا على المشروع، لان اعتراضنا ده حضرتك ده طبقا للدستور، الدستور المصري والدستور بتاع الاتحاد الاوروبي اللي مفروض بيمثله البنك الاستثمار الاوروبي اللي بيمول المشروع، ان هو لازم ياخد موافقه مجتمعيه من سكان المنطقه علشان ينفذ المشروع. فاحنا في خلال الاجتماع شرحنا لسياده اللواء اعتراضنا عن ايه. احنا مش بنعترض على مشاريع قوميه، احنا بنعترض لينا اسباب معينه شرحناها لسياده اللواء في الاجتماع. كان في شرحنا له الاضرار البيئيه اللي هتصيب الزمالك، شرحنا له الاخطاء الهندسيه اللي موجوده في التصميم بتاع المشروع، يعني وحتى قدمنا له تقارير هندسيه للسيد رئيس الهيئه من طالعه من اكبر المهندسين الاستشاريين المصريين العالميين، بتفيد ان مرور المسار في شارع اسماعيل محمد وشارع المعهد السويسري هتسبب بانهيار المباني السكنيه وهتسبب انهيار 18 مبنى اثري في الزمالك. فقدمنا له الكلام ده وبرضو يعني هو ما اقتنعش. برضو شرحنا له ان في مسارات بديله موجوده، من ابرزها المسار بتاع الجايكا اللي متقدم للحكومه المصريه اللي هي هيئه المعونه اليابانيه، ان هي هتحول مسار المترو من على مسار سطحي كوبري موازي لكوبري امبابة، هيعدوا المترو من كوبري جنب كوبري امبابة وهيتكلف 350 مليون جنيه، بدل ما يعملوا المشروع اسفل جزيره الزمالك ب 24 مليار كارد. شرحنا له برضو الكلام ده وبرضو حضرتك يعني شرحنا له يعني برضو في الاجتماع الفساد اللي موجود في المشروع في كذا نقطة وفي كذا ومن كل الجوانب الفساد اللي موجودة في المشروع. ما هو هنيجي بقى عشان ايه نشوف اهدار المال العام. انا بس يعني فبعد كده حضرتك اللي حصل بقى في اخر الاجتماع، لقينا رئيس الهيئة ما ردش علينا في اي حاجة وانسحب من الاجتماع. واحنا حضرتك بنعلن من خلال شاشة القاهرة والناس ان احنا كسكان زمالك رئيس الهيئة فقد مصداقيته تماما قدامنا، واحنا مش عايزين نتعامل معاه تاني. يعني احنا يعني حاولنا ان احنا نتواصل معاه بكل الطرق، لقيناه بيطلع حضرتك في القنوات الفضائية بيقول ان احنا ان انا خلاص اخدت موافقة سكان الزمالك ووريتهم الدراسات ووريتهم كل حاجة، وطلع في اكتر من قناه وكذا جريده كل يوم تصريح ان احنا خلاص صالحنا وان احنا خلاص ما فيش اي مشاكل وان احنا صالحنا. هي مش خناقه يعني مش كلام غريب جدا حضرتك. فاحنا بصراحه احنا رئيس الهيئه فقد مصداقيته وامان سكان الزمالك، ومش فقد مصداقيته بس وامان سكان الزمالك حضرتك، ده فقد مصداقيته دوليا حضرتك. يعني حضرتك زي ما حضرتك عارفه ان الزمالك فيها 70% من السفارات اللي موجوده في مصر، سفارات اوروبيه وسفارات افريقيه وعربيه كل انواع السفارات ودايما فيها سكن. السكن معظم الناس اللي ساكنه هناك هم ناس بيعملوا في هذه السفارات والبعثات الدبلوماسيه، فهم الناس اللي هم اللي شغالين في السفارات دول حضرتك دول جزء من المجتمع بتوع الزمالك. يعني واحنا بحكم الجيره يعني بنعرف الناس، يعني بنعرف وكلنا قد ايه، ما هي برضو العدد قد ايه كل سكان الزمالك على بعض يعني مش عدد بالزبط. كبير. فكان رئيس الهيئه طلع برضو في قناه سي بي سي 2 على برنامج مساء الخير وقال ان هو خاطب الحكومه الاسبانيه والسفاره الاسبانيه والخارجيه الاسبانيه واخذ موافقتهم على مشروع مترو الزمالك، ان هو يعمل محطه مترو قدام باب السفاره عنده كمان. فاحنا طبعا بحكم الجيره سالنا الناس، يعني سالناهم هل الكلام ده حصل، الناس طبعا قالوا لنا ما حصلش الكلام ده خالص، ولا حد كلم الحكومه الاسبانيه ولا حد كلم السفاره الاسبانيه ولا حد كلم الخارجيه الاسبانيه
واحنا لغايه دلوقتي ما غيرناش موقفنا من المشروع، ولسه مستنيين معلومات اكثر دقه من الهيئه القوميه للانفاق على امننا في السفاره. بالظبط يعني احنا حضرتك مش عايزين نتكلم تاني مع رئيس الهيئه، وعايزين يعني المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء هو اللي يبتدي يخش بقى في الموضوع. احنا بعتنا له جوابات حضرتك، بس هو كويس ان انت كمان تلجأ للقضاء والموضوع ما يبقاش مجرد بس ان احنا ايه بنناشد. لا لا، احنا في قضيه مرفوعه، في قضيه. طيب قولي القضيه استاذ ابراهيم، عشان ايه برضو ندخل بعد كده على اهدار المال العام فيما يخص هذا الموضوع النهارده، عشان بس زي ما استاذ احمد بيقول ما حدش يتكلم باسم سكان الزمالك. احنا من سكان الزمالك وبنقابل غالبيه السكان سواء في نادي الجزيره في تجمعاتنا، ما فيش حد من سكان الزمالك، ما فيش حد ولا كبير ولا صغير موافق على موضوع المترو. بالعكس ده في مصايب سودة من ان فكره ان حتى في ناس، يعني انا اخر حاجه سمعاها ان في ناس عايزين يشتروا في الزمالك في المناطق اللي هو مشار اليها ان هيتعمل فيها مترو، فالناس بيقولك لا 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 ده هنا هتبقى فيه مصيبه، فالناس خايفه تشتري، والناس اللي عندها حاجه حتى كمان عايزه تبيعها مش قادره تبيعها لان فكره ان الزمالك هتتحول لعشوائيات. حضرتك قولي بقى القضيه اللي رافعها باسم سكان الزمالك فيها ايه؟ شوف حضرتك، انا الاول هلتقط طرف الخيط من الكلام المهم جدا اللي حضرتك بتقوليه، اللي هي فكره محاوله الهيئه طول الوقت سواء بشان الدعوه المقامه او بشان الازمه عموما تضليل الراي العام المصري. وقصاد برنامج زي ده او حلقه تذاع بتوضح وجهه نظر سكان الزمالك، بنجد من الهيئه القوميه للانفاق عشرات الحملات الاعلاميه المسعوره المضلله للراي العام. اول تضليل اللي حضرتك ابتديتي بيه اللي هي فكره ادعاء ان سكان الزمالك موافقين على المترو باعتبار ان هذه الموافقه شرط اساسي للتمويل من خلال بنك الاستثمار الاوروبي زي بس باشمهندس احمد. ودي اول حاجه تثبت ان الهيئه تتعمل باسلوب غير علمي. لما اجي ادعي ان سكان الزمالك موافقين لازم يبقى عندي اسلوب علمي اتبعته في استقصاء راي سكان الزمالك ومعرفه هم موافقين ولا مش موافقين. يعني اقدر بمنتهى البساطه اعمل استفتاء بين سكان الزمالك على مشروع المترو وانظمه، واتحدى، انا اتحدى اللواء اسماعيل النجدي من الان انه اذا صنع استفتاء دقيق بين سكان الزمالك 99% من السكان سيرفضوا مشروع المترو. ننتقل لماذا سيرفضون مشروع المترو. التضليل الثاني للرأي العام، الهيئة القومية للأنفاق للأسف الشديد خدت منحة بالغ الخطورة حيث تحول الأمر وكأنه صراع طبقي، بمعنى أنها بتنشر أنا معاك في ده وتروج أن تمام. سكان الزمالك لأسباب طبقية يرفضون المترو لأنه بيرفضوا تمام الامر بالنسبه لتسهيل الامر على سكان المناطق الشعبيه المجاوره، مع ان الحقيقه تخالف ذلك تماما. سكان الزمالك يرفضون المترو اولا لاسباب خطوره على الممتلكات والارواح، ودي اول سبب احنا بنين عليه القضيه، ان هناك دراسات هندسيه احنا قدمناها قلنا فيها ان من اساتذه بكليه الهندسه جامعه القاهره واساتذه بكليه الهندسه جامعه عين شمس بياكدوا إن الاهتزازات اللي هتكون أثناء الحفر والاهتزازات اللي هتكون أثناء الحركة حركة المترو ذهابا وإيابا من المؤكد إنها هتؤثر على أبنية الزمالك والعمارات والأثار الأماكن الأثرية أو الأبنية الأثرية اللي موجودة في الزمالك. ليه؟ لأن طبيعة جزيرة الزمالك تختلف عن أي تربة أخرى. طبيعة جزيرة الزمالك تربطها طينية غرينية، يمكن الباشمهندس يتكلم فيها أكتر مني، لأنها محاطة بالماء من كل اتجاه، فبالتالي في صعوبة جدا إنه يتعمل الحفر والاهتزاز دايما، في خطورة على الأرواح والممتلكات. الحاجة الثانية البعد المهم جدا هي هل حقيقة أنت في حاجة إلى المسار يكون في هذه المنطقة؟ في مسارات بديلة أخرى زي المسار اللي عرضه الباشمهندس. طيب لما احنا اقمنا الدعوه، انا بس هكون يعني مش عايز استرسل عشان الموضوع ليه ابعاد كتير جدا، بس لما احنا اقمنا الدعوه، بس احنا مش هنسكت يعني، دي اول حلقه وهنشتغل في الموضوع كتير. انا كنت اتصور ان لما نيجي نقيم الدعوه ونلجا للقضاء ان تكون الهيئه القوميه للانفاق قسم شريف ويحضر امام القضاء ويقدم الدراسات الهندسيه اللي هو بيدعي ان هي اتعملت واللي هي بتثبت وجهه نظره. لكن كيف كان مسار الدعوه للاسف الشديد؟ الدعوه كانت اول جلسه ليها في شهر يوليو الماضي، ثم تتأجل
علشان ان هم المحكمه صرحت لنا ان احنا ناخد من الهيئه هذه الدراسات الهندسيه. ونظل من شهر يوليو لغايه 21 اكتوبر بنجري ورا الهيئه يوميا. انتم بتدعوا ان في دراسات هندسيه، انتم بتدعوا ان انتم عملتوا جسات، انتم بتدعوا ان انتم عملتوا دراسات. ما فيش اي، رغم تصريح المحكمه رفضوا يدونا اي حاجه. وجم في الجلسه اللي هي كان محدد لها 21/10 اللي احنا كان المفروض كنا ناخد المستندات عشان نطلع عليها، وقدموها يوم 21/10 بدل ما يسلموها لنا زي ما المحكمه صرحت. فلما طلبنا اجل الاطلاع على ما قدم من الهيئه، يعني انا ادعو المصريين كلهم وادعو كل سكان الزمالك الى الاطلاع على ما قدمته الهيئه. لا يوجد دراسه. نكتشف الامر انه ليست هناك دراسات لهذا المشروع، ليست هناك جسات، ليست هناك دراسة للأبنية الموجودة في الزمالك، ليست هناك دراسة لحالة الأبنية الموجودة في الزمالك. اكتشفنا أن بعد كل هذا الكلام مفيش أي دراسات اتعملت. الخلاصة أن إحنا أقمنا الدعوة معتمدين أو كل مطلبنا هو تحويل مسار مترو الأنفاق بعيدا عن جزيرة الزمالك للمخاطر المؤكدة اللي بيأكدها كل الاستشاريين في أن أعمال الحفر تحت جزيرة الزمالك وأعمال الاهتزازات للمترو ذهابا وإيابا تحت جزيرة الزمالك من المؤكد أنها تسبب خطورة بالغة على السكان، وهو ده الهدف الأساسي. ونحن نؤكد أن الهيئة القومية للأنفاق تدعي أن سكان الزمالك موافقين، وأتحدى أن يحدث استفتاء بين سكان الزمالك، وأيضا تدعي أن هناك دراسات هندسية، وأتحدى أن تكون هناك دراسات هندسية تدعي أن سكان الزمالك يرفضون لأسباب طبقية، بينما كل رفض سكان الزمالك مبني على أسباب علمية وآثار ومخاطر بيئية وأضرار هتترتب على سكان الزمالك. وبالتالي إن شاء الله إحنا بنناضل في أمام القضاء مع كافة أوجه النضال الأخرى لحين تحويل المسار. أكيد. أنا طبعا موضوع بقى إهدار المال العام ده لازم نطلع فاصل عشان نرجع بتأني كده ونبتدي نتكلم فيه، لأن ده مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع على طول نشوف إهدار العام في الخط الثالث للمترو. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنكمل نبض القاهرة. قبل الفاصل أنا كنت بقول إن موضوع إهدار المال العام في الخط الثالث للمترو ده شيء، يعني شيء في منتهى الخطورة. ولما حضرتك تبقى بتقيم دعوة في هذا الموضوع، إذا لديك ما يثبت وما يؤكد إن بالفعل في إهدار مال عام في هذا الموضوع. الميكروفون معاك. هو الهدف من المرحلة الثالثة للخط الثالث انه هيربط سكان امبابة بوسط البلد. فأنا عندي اقتراحين. اقتراح فرنساوي انه هيحفر نفق من العتبة للزمالك لامبابة. ده هيكلف 24 مليار جنيه، 24,000 مليون. في اقتراح ثاني ياباني هيربط امبابة برضه بوسط البلد. هيعمل ايه؟ مترو من رمسيس لمبابة على الأرض لغاية ميدان لبنان. دي أول مرحلة، وبعد كده المرحلة الثانية لغاية 6 أكتوبر. وفي خريطة بتبين الكلام دوة. ده الاقتراح الياباني. الاقتراح الياباني 350 مليون. 350. الاقتراح سيسترا 24,000 مليون. هيئة الأنفاق اخترت الاقتراح ال 24,000. وهم بيقولوا إن همهم على سكان مبابة. طيب أنا عندي اقتراح بقى ثاني. هو ينفذ الاقتراح الياباني ل 350 مليون، وباقي ال 24,000 يوزعهم على سكان امبابة، كل واحد يطلع له ب 20,000 جنيه. ده لو يعني همه على سكان امبابة. لو سمعناك السكان دلوقتي هيروحوا له، هيروحوا له الهيئة. هيروحوا له يا ريت. الخريطة زي ما هي بتبين حضرتك. ورينا بقى الخط الأحمر اللي هو النفق من العتبة للزمالك لامبابة، ده هيكلف 24 مليار، 24,000 مليون. الخط الأزرق ده اللي هو الاقتراح الياباني للجايكا، الجايكا هيئه المعونه اليابانيه اقترحته من رمسيس لمبابة لميدان لبنان، وبعد كده على 6 اكتوبر. ده المرحله الاولى منه من رمسيس لغايه امبابة وميدان لبنان تكلف 350 مليون جنيه. هسيبه انا بقى واحفر ايه؟ نفق ب 24,000 مليون، يعني هي العتبه ورمسيس ايه؟ ما هو الاثنين وصل البلد والاثنين هيوصلوا لمبابة.
فيسيبه هو يسيب اللي ب 350 ويروح عامل ايه؟ اللي ب 24000. دراسه الجايكا هم نفوا وجودها، ولكن انا جايبها برضو على الخريطه اللي هي موجوده فوق على الشمال. دي دراسه الجايكا، دي في سنه 2002 اقترحت هيئه المعونه اليابانيه اللي هو انشاء الخط السطحي ده، وتكلفه المرحله الاولى منه 350 مليون جنيه. الخريطه موجوده لو يعرضوها لنا على الشاشه. اه ورونا الخريطه يا شباب. عشان هم نفوا وجودها، قالوا ما فيش دراسه للجايكا، فانا جاي ايوه هي دي الخريطة. اللي فوق شمال دي، دي خريطه الجايكا وعليها مستطيل بالاحمر كده انا مكبره تحت، اللي هي بقى الجناح الغربي اللي هو بالبني اللي واخد من يمين الصوره لشمالها، بتبتدي من رمسيس لمبابا لمدان لبنان ويمشي موازي للمحور لغايه 6 اكتوبر. الجزء الاولاني بقى اللي هو من رمسيس لمبابا هيمشي على الارض ويعدي المترو، يعدي النيل على كوبري ويوصل لمبابا ب 350. هم نفوا وجود الخريطه دي اساسا، قالوا ما فيش دراسه للجايكا. التكلفه العاليه جايه منين اساسا بقى؟ فرق التكلفه الرهيب جاي منين؟ 24 مليار يعني ده رقم كبير قوي. ده في اكتر كمان، في اكتر. نص تكلفه قناه السويس الجديده. يعني رقم مرعب الحقيقه. لو جينا نتكلم على تكلفه الكيلومتر من الانفاق، اللي هو اسماعيل النجدي صرح اكتر من مره ان تكلفه المتر المربع من متر الانفاق ربع مليون جنيه. الكيلومتر من الانفاق 1000 متر طول في 9 متر عرض، يبقى 9000 متر. نضرب ربع مليون في 9000 يطلع لي 2250 مليون جنيه، وده تصريح هو قاله في محطه سي بي سي اكسترا، وانا جايبه صوره ليه عشان ايه للعرض. في البدائل زي ما بنقول مثلا في مترو اقتراح الجاك، البديل السطحي، احنا عندنا ثلاث بدائل ممكن نعملها. يا اما بعمل مترو انفاق زي مترو القاهره ب 2250 مليون جنيه للكيلو متر الواحد، او مترو على كوبري زي دبي، او مترو سطحي زي بتاع يورك في انجلترا وعاملين الارض نجيله، ارضيه المترو نجيله. مترو الانفاق الكيلو واحد بيتكلف 2250، مترو على كوبري زي دبي بيتكلف 100 مليون بس، مترو السطحي يتكلف 50. يعني دبي بتوفر واحنا بنصرف بالالافات. عندنا كتير مش عارفين نعمل فيها وما ايه، بنصرف 2250. ده كل دي ديون حضرتك؟ وكل دي ديون طبعا. الخطوط الجديده بقى اللي هم ناويين يعملوها 134 كيلو، اللي هي باقي الخط الثالث والخطوط الرابع والخامس والسادس. ال 134 كيلو متر دول لو اتعملوا انفاق يتكلفوا 301.5 مليار جنيه، لو اتعملوا على كوبري يتكلفوا 13.4 مليار، لو اتعملوا سطحي يتكلفوا 6.7. هنا بقى عايز اربط بقى بموضوع مترو الزمالك، او يعني لو انا عملت كل الخطوط الجديده على كوبري يكلف 13.4 مليار جنيه، نص ال 24 مليار اللي هي نفق العتبه نصها. لو عملت كل الخطوط الجديده سطحي هتتكلف 6.7 مليار، ربع نفق العتبه امبابه اللي هو تكلفته 24 مليار. الموضوع ما بيقفش على كده، الاهدار مش في مترو الزمالك بس. لا مترو الهرم، انا جايب له خريطه لو يعرضوها يعني. مترو الهرم هيعمل ايه؟ اللي هي المرحله الاولى للخط الرابع، هيحفر نفق تحت شارع الهرم 19 كيلو في 2250 مليون جنيه، تكلفه 42750 مليون جنيه. لو عملوا على كوبري هيحط الكوبري في الجزيره الوسطى في شارع الهرم، هيبقى التكلفه كام؟ 19 كيلو في 100 مليون ب 1900 مقارنة ب 42750 مليون. وكل ده بقى ايه كمان؟ يعني فرق رقم شاسع وبدون نزع ملكيات. الحاجة الغريبة دلوقتي هم بيقولوا إن هيعملوا الخط الرابع تحت شارع الهرم. ماشي طيب نفق،
اكتر، هينزع ملكيات السكان ليه يمين وشمال؟ دي مش مفهومه يعني. انما الكوبري مش هيعمل، اهو كوبري على حرف تي يتحط في الـ في الـ في الجزيره الوسطى للشارع، يسيب دوت اللي ب 1900 ويختار انه يعمل حاجه ب 42750. بعد كده بقى في شيكاغو، مدينه شيكاغو عامله اكبر شبكه مترو على كوبري 8 خطوط. هنا يقولوا الانفاق هي الحل الوحيد. يعني انا اغنى من امريكا اللي هي اغنى دوله في العالم، هم بانيين 8 خطوط على كوبري وانا هنا عايز ابني كل الخطوط انفاق؟ ده اسراف مجنون يعني، اسراف مجنون حقيقي يعني. وفي الاخر التكلفه الانفاق الخطوط الجديده هتبقى 301 مليار جنيه. طيب هو بقى بيجيب الفلوس دي منين؟ الفلوس اللي هيصرفها دي قروض ويزود سعر التذكره. بالظبط. ما هو النهارده احنا بنقول ايه؟ تكلفة الأنفاق 2250 مليون جنيه للكيلو يعني، وتكلفة الكوبري 100 مليون، يعني 4.5% من تكلفة الأنفاق، وتكلفة السطحي 50 مليون يعني 2.25%. طيب سعر التذكرة هو بيقول والله أنا تكلفة تذكرة الأنفاق 9 جنيه، أنا ببيعها بجنيه والحكومة بتدعمها ب 8 جنيه. طيب ما تعملوا كوبري ب 4.5% هتبقى ساعتها تكلفة التذكرة 40 قرش ويكسب فيها 60 قرش. لو عملوا سطحي ب 2.25% من تكلفة الأنفاق تبقى ساعتها تكلفة التذكرة 20 قرش ويكسب فيها 80 قرش. إنما هو لا عايز لا يعمل لا سطحي ولا كوبري، هو عايز يعمل أنفاق وندفع 9 جنيه ويجي بقى بعد كده يقول لا ده الموضوع كبير، موضوع كبير. طيب نقطة أخيرة بقى قبل ما أخلص. الهند ليها تجربة في موضوع المتروهات، عملوا كذا خط انفاق وبعدين لقوها ظروفهم زي ظروفنا، لقوا ان في سقف سعر التذكره ما يقدروش يزودوا عليه، فبعد كده لقوا خطوط الانفاق هتخسرهم، فبعد كده كل شبكات الخطوط الجديده المترو الجديده في كل مدن الهند على كوبري، وبقت بتكسب مع ان سعر التذكره ملاليم برضو يعني او حاجات بسيطه مدعم. زي عندنا بالظبط. لا مش مدعمه، ده السعر رخيص جدا وبيكسبوا، يعني زي ما انا شرحت لحضرتك انه ممكن يكسب من ممكن من الجنيه، يكسب من الرقم من الجنيه. دي تجربه الهند. في تجربه ثانيه بقى تجربه البرازيل. البرازيل زي حالاتنا كده شايفين ان الانفاق هي الحل الوحيد لحل ازمه المرور، فعاملين كله انفاق. السنه اللي فاتت في 2013 قامت رفعوا سعر التذكره 9%، قامت مظاهرات وحرق وقنابل مولوتوف من المتظاهرين وقنابل غاز من الامن المركزي وكانت مجزره. وادي قدامنا احنا ايه بقى؟ ادي تجربه الهند وادي تجربه البرازيل، وكل واحد بقى يختار اللي هو. الله يخليك، كفايه مولوتوف وكفايه تذاكر. لا ما هو كده هي هتقلبها مولوتوف بالمنظر ده. لا 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 احنا مش هنسيبهم يعملوا اي حاجه من الكلام الغريب ده. انت كان عندك نقطه مهمه جدا عايز تتكلم فيها مش في موضوع اهدار كمان المال عندك. بس بسرعه يا احمد من فضلك عشان احنا بصي حضرتك احنا انا بتكلم بس على احنا خاطبنا السيد رئيس الوزراء كلنا بعتنا له جواب رسمي واغلبيه سكان الزمالك بعتناه له مسجل بعلم الوصول وشرحنا له فيه كل الموضوع بالاضرار بتاعته بالمسارات، وكان حتى من ابرز الحاجات اللي شرحناها للسيد رئيس الوزراء كان لينا استفسار ازاي حضرتك حامي تنفيذ 7 انفاق في مشروع قناه السويس الجديده اسفل قناه السويس 7 انفاق ب 12 مليار جنيه والهيئه القوميه للانفاق عايز تنفذ نفق واحد في الزمالك ب 24 مليار يعني. بس احنا لغايه دلوقتي مفيش حد رد علينا، واحنا يعني السيد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب هو اكتر واحد يعرف ايه اللي بيحصل في مشاريع المترو دي. الراجل لان الراجل اساسا مقاول اساسا وعارف. لا يعني هو اللي نفذ حضرتك المرحله الاولى والمرحله الثانيه من الخط الثالث بالتحالف مع شركه اوراسكوم مولي العرب وشركه اوراسكوم، هو كان رئيس مجلس اداره شركه مولي العرب، فهو يعلم جيدا ايه اللي بيحصل في المشاريع دي. وحتى كمان احنا يعني انا هقول لحضرتك على حاجه احنا مستغربينها جدا حضرتك، يعني جريده الوطن حضرتك نشرت تقرير الرقابه الاداريه على الجهاز المركزي للمحاسبات على العقد 55 مترو اللي عملته الهيئه مع شركه فينسي. بيقول ايه العقد ده حضرتك؟ يعني في بند محطوط ان
ان الهيئه ملزمه انها تدفع لشركه فينسي 184.5 مليون لو ما تمش اسناد الاعمال الخط الثالث المرحله الثالثه لشركه فينسي اللي هي خاصه بالزمالك حضرتك. تمام. واحنا بقى قاعدين كل يوم، يعني هم اساسا متفقين حضرتك، وقاعدين كل يوم نشوف تصريحات في الجرايد، احنا طرحنا المناقصه، لا اصل احنا الشركات بتتنافس، لا اصل شركه اسبانيه وشركه فرنسيه، لا احنا استلمنا المظاريف الماليه، لا استلمنا المظاريف الفنيه، خلاص هنرسيها على شركه فينسي عشان هي اللي عندها الخبره، وهم ماضيين العقد اساسا وعاملين على عاملين يعني شرط جزائي على هيئه انها لو ما اسندتش المشروع لشركه فينسي تدفع لها 184 مليون ونص. احنا كلنا مستغربين من اللي بيحصل ده حضرتك، وعايزين السيد رئيس الوزراء يرد علينا بالزبط. ليه ما فتحش التحقيق لغايه دلوقتي في التقرير ال 12 بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات في يونيو 2014؟ ليه لغايه دلوقتي ولسه مستمرين في القصه بتاعت المناقصه دي اللي هم مضينا عقدها قبل ما يطرحوها؟ يعني احنا حضرتك عايزين، لو حضرتك تقدر تكلم لنا سيد رئيس الوزراء، هو بيتفرج وبيشوفه يعني اي حاجه بتخصه يرد علينا حضرتك، هو هم بيسمعوها، وانت بتتكلم وبتوجه كلامك ليه، وانتوا كمان واحنا سكان الزمالك خاطبناه بجوابات مسجله، فيعني لازم يبقى في. انا قدمت بلاغ بخصوص تقرير جهاز المركزي للمحاسبات ال 12 في الوطن ده، قدمت بلاغ ثاني يوم بتهم هيئه الانفاق بوجود فساد في العقد، وفي مطلب دي حاله فساد صريحه بس خلاص لا هي في ثانيه واحده مطلب مهم جدا جدا جدا. احنا احتكمنا للقضاء، فانا ادعو السيد رئيس مجلس الوزراء لمطلب واحد، وقف هذا المشروع لحين ما القضاء يفصل في الامر. والله اذا القضاء بعد مراجعه الدراسات وبعد سدة عين شمس والقاهره قال كلمه لصالح الهيئه اهلا وسهلا، اذا القضاء انحاز لصالح الشعب المصري كعادته دائما وصالح، وهذا بس هيحدث ان شاء الله باذن الله، يبقى يتم العدول عن هذا المشروع لمصلحه مصر والمصريين. فدعوتنا للسيد رئيس مجلس الوزراء السياده للقانون ومصر دوله قانون ومش هيسمح. واحنا بنقول بنحرض اي حد شايف ان هو في مكانه ان هو هيحصل تجاوز في مكانه ده لازم ينتفض، لان مش هينفع الزمالك، مش هينفع ان هم يدمروها، محدش هيسمح بالكلام دوت باي حال من الاحوال. القضيه مكملين فيها بس لازم نخلص. كلمه اخيره بقى حضرتك، القروض اللي هم هياخدوها علشان مشروع المترو بتاع الزمالك مش هيدفعها سكان الزمالك لوحده، ده كل مصر كلها هتدفع، والمباني الاثريه حضرتك اللي هتتضرر وهيتم هدمها في تنفيذ المشروع دي مش بتاعه برضه سكان الزمالك بس، دي بتاعه برضه مصر كلها اكيد. فيعني احنا عايزين الناس عايزين رد عايزين رد من المسؤولين، لان ده موضوع مهم وموضوع شائك، لازم يكون في رد من سياده رئيس الوزاره، من رئيس الهيئه القوميه للانفاق، من كل المعنيين بهذا الامر. بلاش سيد رئيس قوميه ورد علمي مش كلام مرسل. لا رد علمي، لا مش كلام مرسل، ما حدش بيرد علينا. لا 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 ما فيش، مش بمزاجهم، كل مسؤول النهارده ده موجود عشان يحل مشاكل الناس، هو بيطلع يقول حضرتك ان احنا مش عشان اتفقنا خلاص ورضينا الناس ورناهم. لا ما فيش الكلام ده. انا بشكرك مهندس احمد الدواخلي من سكان الزمالك، بشكرك استاذ ابراهيم سعودي محامي النقد ومحامي سكان الزمالك عن قضية تحويل مسار المترو، بشكرك المهندس استشاري عمرو رؤوف مقيم دعوة لإهدار المال العام في الخط الثالث للمترو، بشكركم. الموضوع ما اتقفلش وما خلصش، لأنه لسه لم يبت فيه، وإحنا مكملين من خلال نبض القاهرة ومن خلال القاهرة والناس لحد ما يكون في قول فصل ويكون في سيادة للقانون وفي دولة قانون وفي أمور بتتسم بكل الشفافية. بشكركم، كنت معاكم سحر عبد الرحمن، اشوفكم بكره ان شاء الله، ونبض القاهره وحوار مهم جدا مع وزير التعليم العالي، انتظرونا، تصبحوا على خير.